المتحدين حكموا بأحكام سياسية وليست أحكام قضائية. جميع المتحدين أحكام سياسية وتنتهي بقرار سياسي. هذا وسوف يخرجون، يعني أنا متأكد 100% سوف يخرج المعتقلين مرفوعين الرأس وسوف نزفهم كما زفينا المعتقلين في التسعينات، غصبا على من اعتقلهم وعلى من حكم عليهم وعلى من زجهم في السجون. النقطة الثالثة تسأل البعض، ماذا استفدنا من هذا الحراك؟ ماذا حقق لنا هذا الحراك؟ لو نظرنا إلى قضية هؤلاء الصغار لاحظ أن الوقت السابق كان هؤلاء الصغار يخافون وحتى الكبار يخافون من عصا الشرطي، عصا الشرطي هذه كانت الناس تخاف منهم، سيارة الشرطي لا تشوفوها يشردون الناس، السجن يهددونك بالسجن تخاف. الآن الوضع تغير 180 درجة، أصبح النظام هو من يخاف من هؤلاء الصغار في العمر. النظام أصبح هو الذي يخاف من هؤلاء، لذلك يسجنهم ويحكم عليهم بالأحكام طويلة ويعذبهم، لأنه هو الذي هذا النصر. النص اتخذ الخوف لأن النظام هو من يخاف من الشعب. الآن الشعب ما عاد يخاف من هذا النظام، الشعب عنده إرادة، عنده قدرة، عنده صمود، ما كانت موجودة في السابق. هذا هو النص، هذا هو النص الحقيقي. لذلك أنا أقول لكل من يحاول أن يستغل قضية المعتقلين هي قضية النظام، وعليه أن يطلق سراح جميع المعتقلين